سكان سوديا، دوار سوديا اللي موجود في تمسنا. هاد الدوار تنشا في عهد الحمايه عام 1912 تكون هاد الدوار. الوالدين ديالنا اسكوا سوديا، هاد الدوار ديالنا حنا متكون منذ عام 1912. الوالدين ديالنا هما اللي طوعوا هاد الارض، الوالدين ديالنا هما اللي حيدوا السر، هما اللي حيدوا السوق. جا المعمر في 56، ومن 56 دخلت السعودية، من 75 حتى 2004 دخلت شركة عمران، 2004 دخلت شركة عمران. فإذا بي كنت تفاجئوا، دارت لنا المحكمة بأن خاصكم تخلع إخلاء الدوار ديالكم، بأن حنا طرامين عليها. حنا منذ حنا أزيد من 100 سنة، حنا قبل من شركة عمران، حنا كنوصلوا صيتنا لصاحب الجلالة، نطالب حقنا في الإسكان، حقنا وحق ولادنا وحق الناس اللي معنا. ما كنبيعوا ما كنشريوا، الدوار الوحيد اللي موجود فوق قيادة سعير ما عنده لا بيع لا شراء. ما كنبيعوش بقاع، ما كنبيعوش الأرض ديالنا. حنا نطالب ونطالب بصوتنا يوصل إلى صاحب الجلالة، نطالب بصوتنا يوصل إلى الجلالة. منذ 10 سنين وحنا دايرين ما دايرين رسائل، دايرين 10 سنين وما جاوبوناش. نطالب حقنا في الإسكان، نطالب بإعادة الإحصاء، نطالب بقعة أرضية، نطالب حقنا ما خصناش نضيعوا. حنا ما حداش باش نمشيو، الخدمة ما لقيناش. 2004 حتى واحد فينا ما خدام، حنا كندورو الولاد. اللهم إني قدم اللغط، قدم اللغط يا صاحب الجلالة، كنطلبوك تشوف هاد الناس هادو. السلام عليكم أولدي، أنا السعدية من دوار السعودية. المشكل اللي تنعاني منه ومنه هاد الناس كامله تتعاني منه، المشكل اللي عندنا مع العمران. العمران ولدي حنا ابا عن جد في هاد الدوار، من ايام الاستعمار خلونا جدودنا هنا ووالدين والدينا، حنا يعني زايدين هنايا وكابرين هنايا. المشكل اللي عندنا العمران دعينا للمحكمه وجايبنا الافراغ. انت ومن معك بدون استثناء، يعني في غتمشي هاد الناس. وهاد الدوار فيه 700 ديال الخلق، 700 محال، محصيه منهم 100. الاحصاء اللي داز تاع السوفي ماشي شي احصاء اللي نحصاو فيه كل شيء. حنا المشكل ما عندناش الامال في الجماعه، ما كاينش الامال في الناس اللي تنتخبوهم وتنعطيوهم اصواتنا. ضحكوا علينا وخداو الصوت ديالنا وضحكوا علينا وتيقول لنا غير جلسوا، ما تشوفش في المحكمه حنا مكلفين، كاين المحامي، كاين المحامي مكلف، هو اللي مكلف. اليوم تيجيبوا لنا الورقه ديال الافراغ، ملي جينا نهضروا تيقول لك حقا لا تسناو تيدوز استئناف. حنا راه مابقيناش عندنا شي امل، يعني مابقيناش تايقين. عندنا والدينا، عندنا خوتنا، عندنا خواتاتنا، كلشي بوليداته، وتنشوفوا كلشي ضايع. حنا اليوم اللي تنطالبوا باعاده الاحصاء، راه محصيه غا 100 و700، فينا هو حقنا. النداء ديالنا سيدنا هو نهار الاول ملي تاسست هاد الارض ديال العمران، كان فيها واحد من الناس اللي كان فيها اصلا، هو اللي اسس هاد المدينه وعارف هاد الدوار كاين. اللي تنطالبوا تنطالبوا بسيدنا، ما ضيعناش في حقنا وحق والدينا وخوتنا وخواتاتنا، لانه حنا ما بقاش عندنا الامل في لا في عمران ولا في جماعه. اذا متتبعي موقع موطني نيوز، كما كتشوفوا التصريح ديال الساكنه ديال دوار السعودية، الامل ديالها والنداء ديالها يوجه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس ولا اي جهه غير ممثل صاحب الجلاله. شكرا جزيلا، شكرا. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.